حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا بالعرفج وفقرة سيرة وتر، الفقرة اللي تعودت أن نعرض فيها دائما قصة لأغنية معينة يحكيها أحد الشهود المباشرين أو أحد المطلعين على قصة هذه الأغنية. أغنيتنا لهذا الأسبوع هي للموسيقار الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، أغنية من غير ليه. وقبل أن نستمع إليها بنسمع قصة الأغنية من الباحث والمهتم بالفن الأستاذ عبد العزيز القحطاني. مساء الخير، مساء النور، معكم عبد العزيز القحطاني اليوم عبر برنامج جاهلة بالعرفج، هذا البرنامج اللي أنا أصنع وقت من لا شيء لكي أحظى بمشاهدته. أغنية من غير ليه، هذه الأغنية من ألحان وغناء الفنان محمد عبد الوهاب. ولكن قبل ما أذكر القصة، هذه الأغنية المفترض أنه كان يغنيها الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ. ذكر الشاعر محمد حمزة في مذكراته أنه في يوم من الأيام اعترف عبد الحليم حافظ بحبه لفتاة، هذه الفتاة كان جدها وزير، وكان عبد الحليم حافظ دائما يزور هذا الوزير بشكل مكثف على أساس أنه يحظى بمشاهدة هذه البنت. شاءت الأقدار وأن يكون عبد الحليم حافظ ومحمد حمزة وبليغ حمدي في بيروت من أجل أعمال فنية معينة، ولكن عبد الحليم حافظ كان مصمم جدا أنه يرجع على مصر ويخطب البنت ويتزوجها. ورغم اعتراض بليغ حمدي ومحمد حمزة على هذه القصة ومحاولتهم الدائمة في أنهم يبعدون عبد الحليم حافظ عن هذه الفتاة، إلا أن عبد الحليم حافظ كان يعشقها بجنون، وفعلا أخذ أول طيارة من بيروت على القاهرة، وقبل ما يتقدم للبنت ويتزوجها سبقته البنت وقالت له بارك لي أنا اتخطبت حتغني إيه في فرحي. صعق عبد الحليم حافظ وأصيب بصدمة عاطفية، نتج عن هذه الصدمة تعاونه مع الفنان الراحل محمد عبد الوهاب في أغنية من غير ليه. ولكن شاءت الأقدار أن يتوفى عبد الحليم حافظ رحمه الله قبل أن يغنيها. وبكده تنتهي قصتنا، وراح أترككم مع جزء بسيط من بروفة هذه الأغنية لعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب مع بعض. شكرا لكم. الزمن الجميل. وقبله شكرا للأستاذ عبد العزيز القحطاني، والتعليق عندك. نفس الشيء، انا اكرر شكري لاخوي عبد العزيز. طبعا انا يعجبني عبد العزيز انه متجدد. تذكر محمد علي كلاين من قلنا انه اذا نظرتك للدنيا في العشرين زي الثلاثين، عبد العزيز كل ما قابله لقى عنده مفاجآت جديده، اطلاع جديد، رغم صغر سنه ما شاء الله انه مهتم. صحيح. دائما كلماته وقصصه حتى يرويها بشكل مختصر ومفيد. انا بس تعليقي في دورات الابداع، البوابه دائما بوابه السؤال. حقيقة الأغنية ذي دائما لما نسوي دورات في الإبداع ونقول اطرح السؤال، تسأل يقول لك من غير ليه، من غير ليه. فالأغنية هذه أحدى معوقات نمو الإبداع في الوطن العربي، لأن الناس حافظينها. تقول له ليش؟ يقول لك من غير ليه، من غير ليه. واللي إيش يقول؟ واللي يحبه حبيبي حبيبي. جميل جدا دكتور، شكرا لك، ونشوفك الأربعاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم يا هلا بالعرفج. في الأربعاء المقبل نلتقيكم في حلقة جديدة مع عامل المعرفة أحمد العرفج، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير. من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك فرق.